حضرتك سيادة النائب، معلش يعني أنا وقفت عند الكلمة اللي قالها سيادة النائب إسماعيل نصر الدين، بيقول معلش إحنا ده دواء مر ولازم الكل يتجرع هذا الدواء المر، ولو كلنا فضلنا إن ما ناخدش القرارات الصعبة هيحصل مشاكل كارثية. ده الكلام ده لو إحنا بنرفض من غير ما نطرح بدائل. لا إحنا طرحين البدائل. إيه هي البدائل من وجهة نظرك؟ النهاردة أنت عندك قانون تصالح في قضايا المباني. ياخد وقت. ايه ده اللي بياخد فندم محامي بقى اما ان وانا محامي برضه بيقول اما ان انت عندك اي قرار محتاج حاجتين وعي وادراك واراده للتنفيذ اصدر ما شئت. احنا غلظنا العقوبات في حاجات كتيره جدا منها تجاره المخدرات، منع تجاره المخدرات قدره على المواجهه قدره على اتخاذ القرار. انت بتلجا دايما للحلول الاسهل واللي انت مش بخياراتك هي المفروض عليك. وانا سبق في كلمتي الاولى ان انا قلت لك ان دي مش اشتراطاتنا ودي مش اراده حكومتنا، دي إملاءات خارجية لتوجيه اقتصاد متردي إن ما تعافاش بسرعة النتائج وخيمة. هم أصدقاء ولا أعداء اللي بيفرضوا عليك هذه الاشتراطات؟ الإجابة إيه؟ أنت متوقع منهم إيه؟ إيه الاقتصادات اللي هم نهضوا بيها صندوق النقد ولا البنك الدولي؟ المشروع اللي هم بدأوه معانا من أكتر من 20 سنة أدى لإيه؟ هم نجحوا مع دول وأخفقوا مع دول. إحنا قعدنا 30 سنة استقرار بنتعامل مع هذا الصندوق. ايه المصانع اللي اتعملت في مصر؟ ايه التنميه اللي اتعملت في مصر؟ رصيد 36 مليار دولار تلاشى بمجرد ان احنا كنا 3 4 شهور بعد 30 سنه استقرار وامان. ايه النتيجه؟ لما يبقى عندك حلول محتاجه مواجهات مع جيوب الفساد اللي موجوده في البلد، مش دي تستاهل؟ الاراضي اللي تم الاعتداء عليها وتحولت من اراضي زراعيه لكومباوندات، ما انتش قادر تواجه الملف ده ليه؟ ما انت تقدر تجيب منه المليارات. المتاخرات نتيجه ترهل الجهاز الضريبي. لو انت عايز تعمل جهاز ضريبي محترم قادر، وعلى فكره لما تقعد مع خبراء الضرائب يقول لك مش هيقدر يطبق قانون ضريبه القيمه المضافه، جهازه الاداري الاداره الضريبيه غير جاهزه. انزلوا بكاميراتكم وروحوا الادارات الضريبيه المختلفه وقولوا لهم انتوا هتطبقوا قانون ضريبه القيمه المضافه ازاي؟ هتلاقي اجابات ما انتش عارفها. هتطبقوا ازاي؟ الاسهل انك هتمد ايدك على طول بشكل مباشر في جيب المواطن عشان تمول عجز 311 مليار. هل ده اللي هيعمل التنميه؟ هو ده اللي هيعمل الرخاء؟ النهارده حتى كان عندنا هو مش هيعمل تنميه ورخاء طبعا، هو وسيله من ضمن الوسائل. سياده النائب اسماعيل بيه وهو بيتكلم بيقول وانت بتتكلم على ان انت عايز تعمل قانون تامين صحي لابد ان المستشفى يكون فيها الاجهزه. اساسا احنا لما رفضنا الموازنه لان الموازنه اتعرضت علينا فيها تلاعبات في الارقام وقعدنا نسوم بعض كده علشان نجيب موازنه الصحه وفقا للاستحقاق الدستوري. هو احنا رفضنا الحكومه من قليل؟ لان الحقائق غير معروضه بشكل امين. حتى التدليس في مثل هذه الارقام بيضع الشعب في حرج. ما تنزلوا تسالوا الناس شوفوا الناس راضيه ولا مش راضيه. عدم الرضا ده بيجي ازاي؟ بيجي بانك الاستحقاقات بتاعتك حاسس ان انت انتقلت من دوله المقيم ان انت محتاج انك تحصل على كل خدمه من خلال وسيط. تروح لنائب. لسه النهارده احنا في ايه؟ احنا في صيف استعداد لدخول المدارس. شوف مكاتب النواب، نزل كاميرا مرور على مكاتب النواب، دخول رياض اطفال، الانتقال من المرحله الابتدائيه بتدور على الطفل مكان في اعدادي، ومن اعدادي بتدور تدخله على ثانوي، وسن القبول والاماكن الموجوده وكثافه الفصول وعوده ال 30,000 معلم وزياده في اسعار المياه وزياده في اسعار الكهرباء. هل هذا التوقيت الشعب المصري جاهز لاستقبال مثل هذا القانون؟